أسي مع أيمن معتو. أيمن مرحبا. مرحبا محمد. نرجع بفقرة فيرنو كلاسي لهذا الأسبوع بالتوانسة إلى تاريخ 18 مارس 2022. باش نرجع بكم شهر التالي تحديدا 18 مارس 2022، الحادثة اللي هزت الرأي العام التونسي، ونخرج فيديو يظهر فيه واحد من المفتشين عنهم في تجارة المواد الكحولية في منزل كامل من ولاية المنستير، ويشوفنا في الفيديو أنه الأب يلقي بصغار الزوز اللي أعمارهم 4 و9 سنين من فوق سطح داره بعد ما حصرته الوحدات الأمنية على إثر مداهمة منزله. تفاصيل الحادثة مع الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحار. هو كما تعرفوا الناس كل أنه مفتش عنه الفيد العدالة من أجل جرائم خاصة بالاعتداء على الأشخاص والتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، كان تتنقلوا له أعوان الأمن بإلقاء القبض عليه بمقتضى وذون بالتفتيش، هدد بإلقاء أبنائه، بالفعل قام بإلقاء أبنائه من السطح مما ترتب عليه آثار بدنية لابنته البالغة من عمره 8 سنوات وأضرار نفسية لابن البالغ من عمر 4 سنوات اللي تم نقفه قبل أن يسقط. تم عرضه على النيابة العمومية وفتح بحث تحقيقي ضده من أجل جنايات كما محاولة قتل الأب لابنه، وينتظر أن يقع استنطاقه من أجل كل جريمة تتعلق بأي طفل من الطفلين على حداء الأسبوع المقبل، كما تم عرضه على الاختبار الطبي النفسي للتأكد من مدى صحة مداركه. دونك هو موجود في السجن بمقتضى بطاقة اعتداء بالسجن كيف لأنه قام بالاعتداء على موظف عمومي وتسبب في أضرار بدنية لأحد أعوان الأمن على كانوا يقوموا بأداء الوظيفة بتاعهم. كما قلنا الأسبوع المقبل مش يقع سماعه مواصلة البحث بتاعه على خلفية إلقاؤه لأبنائه من السطح عند توجه أعوان الأمن إليه. الأسبوع الجاي باش يتم استنطاق الأب في جرائم محاولة القتل لأبنائه والاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء أداء مهامه. اتصلنا بزوجة المتهم. زوجة المتهم تأكد أنه الأب ما كانش ينوي أنه يطيش صغاره مصطح، وإنما الأمنيين هما اللي ساهموا في عملية السقوط على إثر العنف اللي تعرض له زوجها وهو يهدد باش يلقي بأبنائه. نسمع زوجة المتهم. بالنسبة لتطيش الذراري راهو لا كان لا في الحساب ولا في البرنامج لا فما حد شيء، هو مداهم وكاك على غفلة بقوة بسبان بكفر، معناها بطريقة ما تتصورهاش في بالك، معناها بلا مش نحكي ممكن برشا عباد ما هما وقتله هو فوق السطح بالكرتوش وبالغاز. الذراري هذوما أكثرية تهريب بوهم وقتله حطيتهم هكا مهربهم من الكرتوش نتاعو من تالي، ينوضوا من تالي وينوضوا من قدام، الغاز من تالي ومن قدام، هو لولو معناها محمل ذراريهم الكرتوش لولو يلوح في الغاز معناها باش ما تتخنقش الذراري. اي مدام ما هو كي جاي يحمي فيهم الكرتوش من بعد سايبهم معناها؟ لا ما سايبهمش بالطريقة اللي الناس تتخيلها، هما وقت اللي سايه سركلوا عليه من تالي معناها وقربوا والكرتوش ينغط والغاز، الذراري معناها الزوز هكا وقت اللي وصلوا له واحد ضربوا على ايده هذه وعلى رجله هذه طلطخت البنية، وبعد ما طلطخت البنية ما بيناتهم يجي معناها دقيق ونص، مازالت اليد الاخرى شاد الوليد هذاك، وقت اللي كملت المجموعة الاخرى كسرت الحيط الاخر كي العادة ضربوه هني وضربوه هني زاد طاح الطفل، هما وقت اللي طاحت الطفلة باقي ما همش محبسين معناها استناوا لين زاد طاح الطفل. باش نزيد نوصلك بحاجة، ما عندوش حتى هودره لا باش ينقذ الطفل لا باش ينقذ الطفل، انتم متوقعينه في اي لحظه مش يسيبه، ما جايبين الحمايه وجايبين لابيلونس وجايبين الكراب انواع وشكي، فما كهرباء وكان وقفت معناها قدام البلاصه هذيك يتيحوا لها الذراري مش راهم حد شيء، الطفل هذاك ما لقفوا حد راه ما لقفوا حتى واحد من الحاك، عندي الفيديو ونوريك معناها لقفوا مواطن عادي يكون من راجل، ما عملوش حتى اني وقت اللي حبيت نطلع جراي قلت له خلينا نحط جراي معناها علامات، قال لي ناقصك كان مش تفرش فرج زوز الجراي وسكر حانوتك. احد جيران المتهم اللي كان حاضر على الحادثه اكد هو زاد انه العنف اللي تعرض له المتهم خلى صغار يتيحوا من بين يديه، وكان فما وسائل اسعاف ما استعملوهمش في حاله انه الصغار طاحوا. نسمعوا جار المتهم. هم ينوضوا وهو الفوق شد ذراريه ورا القافون، مش حتى على قدام القافون ولا معلقهم، حامي روحه بذرارياته اون غو يس بروتيج افيك سي زونفون، خاطر الحاكم قاعد ينوض حط لي دو جاما دوفون لوي بور سو بروتيجي، حتى لين من بعد طلعوا من التالي كسروا حيط يا بارتير دو لاج واحد ضربوا على اليد اليسار على الكتف اليسار وجبدوا على اليسار اكل بنيات ملصت خاطر كانت في دو اليسار، ومن بعد بعد 8 ثواني ولا 9 ثواني ولا 10 ثواني ولا بوتيت ان ديمي مينوت لا سايب علي، علاش خاطر مقوط الضرب من التالي، كان قربوا هكا الامبيلونس الحمراء هذيك عاليه اقسم لك بالله يحطوه جيست اون تسو نوض عليه من بعد، حتى كان الطفل مشتيح مشتيح على الكاميون. Aucune sécurité pour l'enfant, ni matelas, ni tapis, ni avec le filet, les jibdo, les médanies, en cas où il y a rien de tout ça.
معلومة أخرى أصرت الزوجة أنه تم بثها وخذينا فيها حق الرد. زوجة المتهمة تأكد أنه زوجها كانوا مستقصدينه بالمداهمة اللي وصفتها بتصفية حسابات، باعتبار أنه حسب قولها زوجها كانت فما معاملات بينه وبين عدد من الأمنيين، إلا أنه من بعد قرر أنه هالمعاملات توفى وشد عليهم بعض المؤيدات وتقلبوا عليه وحبوا يوقفوه بأي طريقة كانت من غير ما يخمموا في سلامة الصغيرات اللي كانوا معاه. نسمعوا زوجة المتهمة تقول: يعني طو التلفزة اللي يخدموا بها في المركز نتاع منزل كامل تلفزتي، نهزك طو وطلع حالك نوريك أنا منين شريتها ونوريها. كانوا ياخذوا بالقدي بالقدي، معناها الوقت هذاك باهي وصلي على النبي، ومن بعد تالي ما صارت المشكلة هذه وعنده عليهم هو بريفات وخذي حقه منهم، معناها تقلبوا علينا كومبليتمون. وحتى لو كان تتصور انت الانسان هذا كما قلت انت ارهابي، معناها نحطوها اكبر حاجه في تونس الارهاب، انتم ما غزرتوش لا الانسان هذاك، انتم حتى هو كنتوا تنوضوا عليه مش تقتلوه، هو ما هو ما دلدلهمش الدراري مازال شادد، وانتم تنوضوا عليه جات فيه كرتوشه بتبيع مش يطيحوا الدراري، انتم كي تنوضوا عليه والدراري بحذاه انتم ما خفتوش تجي كرتوشه في الدراري في الطفله ولا في الطفل، ما خفتوش تجي كرتوشه فيه هو كي يجي مش تنوضوا عليه وتجي فيه كرتوشه بتبيعته مش يموت هو الوقت هذاك، ما عادش ينجم لا يشد طفله لا يشد طفل، معناها كل شيء على القانون كل يعرفه. اذا كان ريتو انسان في حال نتاع هستيري ما قلنا لكمش برا روحوا اعملوا حل ليه للذرير، انتم طلعتوا ضارين وهو ضارين الذرير، يعني راجلي بدنا الكل بالكرتوش بالرش نتاع الكرتوش. مراد بن صالح كاتب عام قوات الامن الداخلي بالمنستير كان جاوب عن النقطه هذه واكد ان المعلومه مش صحيحه انه عمليه المداهمه تمت باذن قضائي ومش مستقصدينه هو بالذات، باعتبار انه قوات الامن خرجت في حمله وطنيه شملت عدد كبير من المفتش عنهم ولا علاقه لها بتصفيه الحسابات، واكد انه الام هي اللي بعثت صغارها للبو في السطح في محاولة منهم للضغط على الأمنيين باش يوقفوا المداهمة. المواطنة ولا شو معنا في قضية الحال ما نتصورش تاع هما عندهم الأحقية باش يقيموا العمل الأمني ولا معناها يعطونا شنو نجبوا نعملوا احنا في خدمتنا. احنا ناس مسؤولين ونخدموا طبق القانون وما فيش يورينا حد كيفاش نخدموا. وحدات الحرس الوطني اللي كانت في حملة أمنية وطنية ما كانش يعني ثم قصد اللي هو والله العظيم من المضحكات ممكنات معناها باش يكونوا اعوان الامن يقوموا بعمل هذه خاطر ما عطاهمش فلوس او ما شابه ذلك. نعطيك معلومه وكونه سبق باعتباره متعلقه به 8 مناشير تفتيش كان حدد قبل انه لو حصار ومنحات وتفصى من الجريمة وما نحبش نرد عليها الحديث اللي تحكي فيها انه معناها من اجل مبالغ ماليه هذا الشيء تقريبا العقل ونحترمه حتى ذكاء توانسه شويه ماناش باش ناخذ في مثل هذا معناها المهاترات ومثل هذه التهم. ثم جانب ممكن مستمع تغافل عنه معناها ما حكيتوش عليه وهذا اول مره تقريبا في وسيله اعلام باش نحكيو عليه. ام زوز معناها الوليدات هذوما هي من قامت باصعاد الزوج الصغيرات الى سطح المنزل باش يقوم بتلك المسرحيه. تم تنسيق بين المتهم وزوجته اللي هي قامت باصعاد زوج من الصغيرات هذوما باش معناها يقوم بالتهديد وحده الحرس الوطني. باهي سي مراد احنا اللي يهمنا الصغيرات اللي لقاو رواحهم في وضعيه خطيره، هل يجوز التعامل بالغاز والرصاص مطاطي كما تقول العائله مع شخص في وضعيه يهدد في صغاره بهم باش انه يطيشهم من فوق السطح؟ هل ما فماش طريقه اخرى متاع تفاوض تخلي الامنيين يضمنوا سلامه الاطفال اولا ومن بعد يتصرفوا مع المفتش عنه لان الصغار كانوا على وشك انهم يموتوا؟ يعني حتى تروح للسطح والقوم يهدد بالصغيرات البوخ بتسليم نفسه مع عدم الزج بالصغيرات في مثل هذه المؤثرات وقت اللي هو تشنج ولقاها البنيه الاولى وسقطت ساعتها وين دخل الحرس الوطني وكان في الاثناء اسقط معناها الوليد الصغير اللي الحمد لله الناس الحاضرين بمتدارك او الحرس الوطني هم اللي انقذوه. فحتى الفيديو يؤكد انه عمليه القاء القبض عليه تمت بعد ما هو قام بالقاء صغيره الزوج. معلومة كانت تنفاتها أم المتهمة اللي أكدت أنها طلبت برشا مرات أنها تتدخل وتهبط الصغار ومن بعد يلقيوا القبض عليه إلا أنه طلبها وجهها بالرفض. وقت اللي تحمت هو بالكرتوش الكرتوش الكرتوش معناها تعرف ما تتصورش كيفاش انت تعيط واني نعيط. قالت له بنتي وين مندوب الطفولة وين مندوب الطفولة؟ قال لها فيلمات هذه فيلمات تعمل فيها. قعدنا نقرقوا بي خلنا هبطوا ذراري خلنا هبطوا ذراري وقعدت نغزر الولدي اني لا نعيط ونغزر الولدي نعيط ندوخ ونطيح ونغزر الولدي. قال شادد وليداته منه من وقت اللي نزل عليه نزل عليه ها وراس الدبوسة قسمت بالله وسيدي رمضان فضيل وربي فوقي. وقت اللي نزل على ولدي بالدبوسة البنية سقطت على البلاصة والولاد في جرتها.
احنا سألنا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحاء، هل عرف الأمنيين يتعاملوا مع موقف فيه خطر كبير للصغيرات هذم اللي كانوا مهددين بالإلقاء من فوق سطح بناية بالفعل وبالفعل طاحوا لولا سترات من عند الله؟ وينأكد انه اذا ظهرت فيديوهات تثبت استعمال عنف مبالغ فيه وبدون موجب هدد سلامة صغار، فانه يمكن ان تثار المسؤولية الجزائية ضد الأمنيين اللي قاموا بالمداهمة. هو فما فيديو تم تداوله ومش يكون معناه بياس مهمة في تحديد المسؤوليات، هما ثابت والأكيد أنهم قاعدين يقوموا بالوظيفة متاعهم، وأنهم هما كانوا معناه في إطار تنفيذ مهامهم بمقتضى إذن قضائي، لأن إذا كان هو استغل الأبناء متاعه كورقة باش يتفاوض بهم فإنه اللوم يلقى عليه هو من لون، لكن الاستراتيجيات الأمنية نقولوا والخطط الأمنية طب هذيك من بعد تقديرها لوزير الداخلية وللرؤساءهم في العمل إذا كان هما ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع الموقف. بطبيعة الحال قد تثار المسؤولية الإدارية والتعديلية، لكن قضائيا هل أنهم هما معناها أذنبوا كي مشاو يلقيوا قبض على شخص صار من العدالة؟ نقول لك لا، هما قاعدين ينفذوا هذا القضايا. إذا كان تم استعمال حاجة مش فلاش على في الفيديو استعمال مفرط للقوة ولا اعتداء بدون موجب، هذيك وظيفة قاضي التحقيق هو اللي بعد يبين حتى المسؤولية الجزائية في هذا المجال. اليوم شنو احوال بنت 9 سنين وولد 4 سنين اللي طاحوا من فوق سطح بنايه وكانوا على وشك انهم يموتوا؟ مندوب حمايه الطفوله بالمنستير كامل عبد اللاوي يجاوب. صراحه احنا في البدايه ما كناش مطمئنين معناتها على وضعها الصحي، كانت وضعيتها حرجه وما كانتش مطمئنه، والحمد لله قاموا الفريق العنايه المركزه معناتها في مستشفى جامعي في طنجة معناتها بانقاذها، وحاليا البنيه موجوده في دارهم معناتها عند ام ومحل عنايه، واتصلنا احنا بالام فهمتي وتبين كونه معناتها الطفله في وضع صحي مستقر. بالنسبه للطفل الاضرار كانت نفسيه وقع اعلام قاضي الاسره تعهد معناتها بالوضعيه، وصدرنا معناتها ماموريه معناتها عرض الطفلين على نفسي، وحاليا باش يخضعوا الاطفال معناتها الى حصص معناتها متابعه نفسيه نظرا للاضرار النفسيه اللي تعرضوا لها. فما شويه فيديوهات حصريه محمد كريمكم بثوها توا من امام منزل المتهم، لهنا فما ضربين غاز انتم قاعدين تشوفوا هنا، الاب كان يضرب بالكرتوش من فوق، فما عياط والسياح على طول 4 ساعات من المداهمه. شكون يضرب بالكرتوش؟ فما ضرب يقولوا انه رصاص مطاطي مش كرتوش، رصاص مطاطي. لا انت قلت الاب كان يضرب بالكرتوش. يضرب بالحجر. الاب كان ما كانش مسلح. الاب في الصوره هذه يضرب بالحجر، لا ما كانش مسلح، الاب كان مكوفري روحه بالصغار وكان يضرب بالحجر من فوق. لهنا الغاز المسيل للدموع، لهنا تمت المداهمه. لهنا فما عدد من الجيران انه يطلبوا انهم يخرجوا الصغار ساعه قبل كل شيء ومن بعد يتصرفوا معاه، لهنا كما تشوفوا سيارات الامن. يعني عدد كبير سيارات الأمن. لهنا الأم قاعدة تطلب منهم أنهم يهبطوا الصغار. نشوف الفيديو اللي بعده. لهنا الأب هذي الأب كان يهدد باش يلقي أبنائه. مش لازم نكملوا نعديو الفيديو. نشوف الفيديو. ولهنا كيفاش تمت عملية القبض مسطح من تالي، كانوا فيديوهات حصرية مسطح من تالي كيفاش تم إلقاء القبض على البو. يعني تجربة قاسية عاشوها الصغيرات هذم، ما نتصورش كان اللي هو صدر في حقه 8 مناشير ثمانية مناشير بتهم تتعلق يعني بيع الخمر خلصة والاعتداء على الأشخاص. تجربة قاسية عاشوها الصغيرات هذم، ما نتصورش كان باش تتمحى بالساهل من مخاخ الصغيرات اللي متأكدين منه إنه البو أجرم في حق صغاره باعتبار إنه صلي يهدد بهم إنه طيشهم فوق سطح البناية. لكن في المقابل هنا نقطة أخرى، إنه هل إنه الأمنيين عرفوا كيفاش يتعاملوا مع الموقف وحطوا مصلحة الأطفال هذم أقبل كل شيء؟ سؤال يتطرح بشدة بخصوص التعامل الأمني مع الأشخاص اللي هددوا بصغارهم. المرة هذه الصغيرات منعوا، لكن الأكيد إنه كانت تجربة تصير كارثة اللي الحمد لله منعنا منها. شكرا لي كيمن معتوك. طبعا كانت هذه أفير نو كلاسي لهذا الأسبوع. أفير نو كلاسي.